عليك حبي وفؤادي مصر يا أم البلادي. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقات حضراتكم بكل خير وأهلا بكم. عشاق الكرة ومحب الكرة، الكل ينتظر الأجواء الكروية، الكل ينتظر الملحمة الكروية. هنا مشاهدينا الكرام نهائي بطولة فيت بلاير، نهائي بطولة المصرية للاتصالات، والأجواء الكروية العظيمة هنا مشاهدينا الكرام، والبطولة الكروية الكبيرة جدا جدا هنا مشاهدينا الكرام. هنا 11 وجها لوجه أمام 11 اف سي كايرو وليالي اف سي كايرو، فريق قدر خلال أجواء البطولة يتألق في سماء اللعبة، وأيضا المصرية للاتصالات صاحب الارض ومنظم اللقب قدر يتألق على المستوى الكروي خلال اجواءنا الكروية هنا مشاهدينا الكرام. مباراة عظيمة جدا 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 هنا مشاهدينا الكرام بين الكبار. قبل البداية مجلس ادارة شركة فيت بلاير يوجه كل الشكر والتحية والتقدير لشركة المصرية للاتصالات على جهدهم المبذول خلال اجواء البطولة الرمضانية الكروية الكبيرة جدا 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 هنا مشاهدينا الكرام. يوجه كل الشكر لنادي المصريه للاتصالات بطوله شركه فيت بلاير ومستر محمد زكريا، يوجهون كل الشكر والتحيه والتقدير لنادي المصريه للاتصالات وكل اعضاء مجلس ادارته. اعتقد خلال ثواني قليله تفصلنا دقيقه احداد هنا مشاهدينا الحكم الراحل ابن منطقه شمال سيناء الحكم الراحل محمود حسين توتي. للراحل الحكم الدولي الكبير محمود حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم مشاهدينا الكرام، واسعد الله اوقات حضراتكم بكل خير واهلا بكم. واينما كنتم واينما تواجدتم عشاق كرة القدم في كل مكان، تحياتي محدثكم محمد الشربيني. ليلة من الليالي العظيمة، ليلة من الليالي المحبة هنا مشاهدينا الكرام، نهائي بطولة المصرية للاتصالات برعاية مؤسسة فيت بلاير الكروية. هنا مشاهدينا الكرام الفريقين الكبيرين يجتمعان في أجواء بطولة المصرية للاتصالات. هنا اف سي كايرو ولياليه طويلة أمامية الكرة هنا أمامنا مشاهدينا، ولكن تأتي في أيادي كريم محمود حارس مرمى فريق المصرية للاتصالات. قلت لحضراتكم مباراة كروية كبيرة جدا 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 على المستوى الكروي، تجمع بين اثنين من الفرق الكروية الكبيرة قدروا يتألقوا في أجواء دور المجموعات. وأيضا هنا مشاهدينا الكرام يجتمعان في نهائي اللقب من أجل نهاية ممتعة، من أجل نهاية سعيدة هنا وهناك لجماهير اف سي كايرو وأيضا لجماهير المصرية للاتصالات. قلت لحضراتكم لوحة فنية رائعة هنا مشاهدينا الكرام في مقصورة بطولة المصرية للاتصالات، طويلة أمامية الكرة ولكن برأسية هنا أمامنا مشاهدينا، يأتي أبعد الكل وترجع الكرة في منتصف الملعب. لمسات ولكن بصافرة الدولي، لمسات ولكن بصافرة المتألق النجم الكبير محمد سمارة، وأيضا يعاونه النجم الكبير تامر عنتر وكل حكامنا الكبار في أجواءنا الكروية الكبيرة جدا 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 جدا. فريق المصرية للاتصالات يقودوا الليلة في حراسة المرمى كريم محمود، من اليمين إلى الشمال ياسين وأحمد مسعود وحسن إكرامي وأيضا حسن ياسر، في منتصف الملعب عبد الناصر حسام ويوسف طارق وأيضا ياسين أحمد وأحمد طلحة وستيفن هنا أمامنا فادي، وأيضا اف سي كايرو ولياليهم مقطوع الكرة تاني هنا أمامنا مشاهدينا، ولكن الدفاع يبعد أبعد الكل وترجع الكرة هنا أمامنا تاني، ولكن صافرة الكابتن محمد سمارة والصافرة هنا أمامنا مشاهدينا الكرام. مباراة لا تقبل القسمة على الدين، مباراة ينتظر الكل من أجل إسعاد جماهيره وينتظر الكل من أجل إسعاد لياليه، نهائي اللقب هنا مشاهدينا يا سادة في أجواء بطولة فيت بلاير. هنا متواجد الكل وأيضا متواجد التاريخ، النجم الكبير نجم المقاولين العرب وتاريخ كبير في الكرة المصرية الكابتن الكبير تامر عيد، وأيضا الأسطورة والمدير الفني الكبير الكابتن إسلام عيد، الكل متواجد من أجل المشاهدة هنا أمامنا مشاهدينا. ودي ضربة حرة لصالح فريق اف سي كايرو، ترى مين على التلفيز تصطدم الكوره وتبعد وتبقى خارج ارض الملعب وتخرج وتبقى خارج ارض الملعب ورمي التمس. حتى الان ننتظر، حتى الان ننتظر، حتى الان ننتظر الاجواء الكرويه، ننتظر السخونه الكرويه هنا وهناك من اجل المشاهده ومن اجل الاهداف الكرويه اللي بتسعد الكل. تصوير والقائم هنا امامنا مشاهدينا، اول المدافع الصاروخيه هنا امامنا مشاهدينا من فريق اف سي كايرو، لا صاروخ
ينزل من الجو هنا امامنا مشاهدينا، ولكن القائم يتعاطف مع البدايه مع فريق المصريه للاتصالات، وامنا اول فرص التهديفيه لصالح اف سي كايرو. مقطوعه الكره هنا امامنا مشاهدينا الكرام، تاتي ابعد الكل ولكن تبقى خارج ارض الملعب، ورمي التماس هنا امامنا مشاهدينا. ياسين احمد على التنفيذ ورمي التماس لصالح المصريه للاتصالات. شفنا مدفع صاروخه هنا امامنا مشاهدينا لصالح فريق اف سي كايرو، ولكن القائم يتعاطف ويبعد الكره وتبقى خارج ارض الملعب. ترجع الكره تاني من قرب المنتصف، ترجع عند اف سي كايرو اللي يبعدوا الكره هنا امامنا مشاهدينا. لمسه ولعبه وما زالوا بيحاولوا، لمسه ولعبه وما زالوا بيحاولوا، ولكن يبعد الكره. يا راجل يا راجل يا راجل، اعلى الكل الكره وتاتي فوق هنا صور بطوله المصريه للاتصالات وتبقى رمي التماس. البطولة لا تقبل القسمة على اثنين، ونهائي اللقب الكروي الكبير هنا وهناك، هنا وهناك. المصرية للاتصالات بيقول لك أنا صاحب الأرض ومنظم اللقب، وأيضا اف سي كايرو بيقول لك أنا ضيف خفيف على الأجواء الكروية، ولكن رجالي متألقين في سماء اللعبة هنا أمامنا مشاهدينا الكرام. شفنا تصويبة صاروخية هي لقطة المباراة الأولى حتى الآن، ولكن القائم يبعد، ولكن القائم يبعد. تاني الكرة هنا أمامنا، خطيرة خطيرة، أوبا، ولكن يبعد، ولكن يبعد هنا امامنا مشاهدينا حارس مرمى اف سي كايرو. ترجع تاني، ولكن الروح، ولكن الروح هنا امامنا مشاهدينا. شفنا في بدايه مباريات نصف النهائي صغار السن ولكن كبار العقليه، عندما خسروا فريق صيد القطاميه حزن الكل، وحزن لاعبي فريق صيد القطاميه، ورحل الكل حزين وابكت العيون هنا امامنا مشاهدينا الكرام. هي الكوره ولا يليها. ابعد تاني احمد حمد وتبقى اعلى الكل هنا امامنا مشاهدينا الكرام، وتخرج الكوره وتبقى خارج ارض الملعب، ورمي التماس لصالح اف سي كايرو. طويله اماميه الكوره ولكن بعيده، ولكن بعيده الكوره هنا امامنا مشاهدينا. تاتي ابعد الكل وتخرج وتبقى خارج ارض الملعب هنا امامنا مشاهدينا. والله شكرا ومليون شكر، والله شكرا ومليون شكر لفيت بلاير ورجالها، شكرا لمستر محمد زكريا ورجاله، شكرا للنجم الكبير تامر عيد ورجاله على الظهور بالصوره المميزه، على الظهور بالصوره المميزه خلال اجواء البطوله الكرويه هنا امامنا مشاهدينا. تاتي الكره هنا ولكن تبعد وتبقى خارج ارض الملعب. حتى الان المصريه للاتصالات ورجاله بيحاولوا، المصريه للاتصالات ورجاله بيحاولوا. طويله اماميه الكره ولكن راسيه من علي، يبعد الكره وتبقى في ايادي امينه عند واحد من افضل حراس البطوله كريم محمود حارس مرمى فريق المصريه للاتصالات. هنا بيحاولوا وهناك بيحاولوا، لمسه لعبه من القدم للقدم، ولكن تاتي هنا صافره النجم الكبير محمد سماره وضربه حره مشاهدينا الكرام لصالح فريق المصريه للاتصالات، واول الكروت الصفراء هنا امامنا مشاهدينا. صالح هنا امامنا مشاهدينا، اللاعب رقم 14 محمد نافع هنا امامنا مشاهدينا، اول الكروت الصفراء خلال اجواءنا الكرويه وخلال نهائي البطوله هنا محمد نافع. تصويبه فريق اف سي كايرو هي نجمه المباراه حتى الان، التصويبه الصاروخيه المدفعكيه هي اللي حلت الاجواء الكرويه حتى الان. ضربه حره لصالح المصريه للاتصالات، هل ياتي التفكير هنا وهناك؟ هل ياتي التفكير هنا وهناك؟ قلت لحضراتكم بطوله كبيره، بطوله كبيره، بطوله كبيره، والكل بيحاول، والكل بيحاول، والكل بيسعى من اجل الاجواء الكرويه. طويله اماميه الكوره، طويله اماميه الكوره، طويله اماميه الكوره، ولكن التواجد الدفاعي هنا من علي يبعد ابعد الكل. ترجع الكوره تاني في منتصف الملعب، لمسات وبيحاولوا، لمسات وبيحاولوا، رجال المصريه للاتصالات قادرين. تاني الكوره خطيره، اوبا، ولكن في ايادي، ولكن في الايادي هنا امامنا عند محمد عصام حارس مرمى اف سي كايرو. ترى الكابتن هاني ورجاله والجهاز الفني لصالح فريق اف سي كايرو ما في العقليه حتى الان، ما في العقليه حتى الان، حتى الان لسه بادئين اجواء شوط المباراه الاول، والفريق هنا والفريق هناك بيحاول من اجل الاسعاد الجماهير هنا امامنا مشاهدينا، ولكن ما زال رتم المباراه كرويا حتى الان هادئ، ولكن ما زال رتم المباراه كرويا حتى الان هادئ. شفنا التصويبه الصاروخيه هي اجمل التصويبات خلال اجواءنا الكرويه. مقطوع الكره يا ولد يا ولد، هوبا، الشباك هنا امامنا مشاهدينا. ايه بتوع ابناء اف سي كايرو ويسجلوا اول الاهداف. يا سلام يا سلام يا سلام على احلى الكلام هنا امامنا مشاهدينا، اول الاهداف الكرويه في اول الاجواء
حارس المرمى وتسكن الشباك. شوف البداية من الأول هنا أمامنا، لمسة ولعبة من قرب المنتصف تأتي هنا أمامنا مشاهدينا ويسجلها أبناء إف سي كايرو أول الأهداف الكروية. أول الأهداف الكروية هنا أمامنا مشاهدينا الكرام المتألقين على المستوى الكروي إف سي كايرو. شفنا تسويبة صاروخية ولكن القائم تعاطف مع المصرية للاتصالات، وشفنا هدف ثاني عالمي لصالح إف سي كايرو بانطلاقة فردية هنا أمامنا مشاهدينا وبعرضية، ولكن التصويبة كان مكانها الشباك. واحد إف سي كايرو يا سادة لا شيء، المصرية للاتصالات في الأجواء المحامية خطيرة. الكرة هوبا أبعد الكل، أبعد الكل يا سادة، لأن اللقاء بدأ يحلو، لأن اللقاء بدأ يحلو هنا أمامنا مشاهدينا الكرام في الأجواء الصيفية المتعبة، في الأجواء الصيفية المتعبة، ولكن الرجال هنا يتألقون داخل جدران الساحل المستدير، ولكن الجدران هنا 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 أمامنا مشاهدينا شاهدين على أجواء في البلير. طويلة أمامية الكرة يا ولد يا ولد يا ولد، عدى الكل يا ولد يا أحمد، انطلق خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، هل ممكن عرضية؟ ولكن يا ولد العيب يا ولد العيب التواجد الدفاعي هنا من اف سي كايرو. منظم هاني غريب، منظم هاني غريب على المستوى الكروي، المدير الفني لفريق اف سي كايرو حتى الان متالق فنيا داخل جدران اللعبه، حتى الان متالق فنيا داخل جدران اللعبه. ضربه ركنيه لصالح المصرية للاتصالات اعلى الكل، ولكن يبعد، ولكن يبعد محمد عصام حارس مرمى اف سي كايرو. طويله اماميه ولكن براسيه من محمد هاني تاتي قرب المنتصف، خطيره الكوره، خطيره الكوره، ولكن التواجد الدفاعي يبعد الكوره ابعد الكل، الكل منتظر، الكل منتظر، خطيره خطيره خطيره، ولكن اعلى الكل، اعلى الكل، اعلى الكل محمد عصام المتالق كرويا والحريف فنيا. هل تبتسم الكره لمحبيها يا ساده؟ هل تبتسم الكره لمحبيها يا ساده ام تاتي خائنه كالعاده؟ متقدم اف سي كايرو ومتالقين اف سي كايرو، ولكن رجال المصريه للاتصالات ياتي دائما عندهم راي ثاني. خطيره الكره، خطيره الكره، خطيره الكره، لكن التالق يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن تاتي الكره ابعد الكل، تاتي الكره ابعد الكل. متواجد الاسطوره، الاسطوره، وعندما اتحدث عن اسلام عيد احد ابرز مدربي الشباب في جمهوريه مصر العربيه، تالق في بطوله الهدف وحصد بطوله الهدف مواليد 2013، وتالق في بطوله فيت بلاير وحصد المركز الاول في بطوله فيت بلاير، وظل اسم اسلام عيد الوجه الشاب المتالق في سماء اللعبه، متالق دائما داخل اجواء اللعبه. مقطوع الكره يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي مقطوعه، لكن التواجد، ولكن التواجد، ولكن التواجد هنا امامنا اطول الكل الكره، ولكن محمد حمدي، ولكن محمد حمدي يبعد الكره وتبقى خارج ارض الملعب. تعالى محمود، انزل 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 انزل. وسيظل اسلام عيد متصدر المشهد الرياضي في الاجواء الرمضانيه، بطل دوري الهدف وبطل دوري في البلير، وحتى الان اصبح يشاهد اجواءنا الكرويه. مقطوع الكوره تاني، مقطوع الكوره تاني، ولكن محمد سماره الوجه الاسمران العظيم وصافره هنا امامنا مشاهدينا الكرام، وتاتي الكوره يا ساده، وتاتي الكوره يا ساده، ضربه حره. اقولها تاني، هل تبتسم الكوره لمحبيها ام تاتي خائنه كعادتها؟ اف سي كايرو متالقين، ولكن المصرية للاتصالات قادرين. مرة تانية هنا أمامنا ضربة حرة، أعلى الكل ولكن تصطدم وترجع تاني. لمسة ولعبة من رجال المصرية، وادي عبد الناصر يا ولد يا ولد يا ولد، هيعمل إيه عبد الناصر؟ مقطوع الكورة وترجع تاني، ترجع تاني، ترجع تاني، ترجع تاني، خطيرة الكورة، تأتي أبعد الكل، تأتي أبعد الكل، تأتي أبعد الكل. هل الضغط بيولد أهداف؟ نعم، الضغط بيولد أخطاء وبيولد أهداف، وما زالت الكورة خائنة هنا في أجواءنا الكروية الكبيرة. مقطوع الكرة يا ولد العيب يا ولد العيب، بوش القدم أمامية سرو باص يا ولد يا ولد، هل هيلحق هنا أمامنا مشاهدينا؟ ولكن في أيادي آمنة، في أيادي آمنة عند محمد عصام حارس مرمى إف سي كايرو، ولكن فنيا متألق هاني غريب، فنيا متألقين رجال هاني غريب. مقطوع الكرة تاني، ولكن يبعد مدافع المصرية للاتصالات قرب المنتصف. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هقول يا لعيب كتير في الاجواء الكرويه، حد يقول لي ليه؟ هقول لك ليه؟ رجال المصريه للاتصالات كبار على المستوى الفني، واف سي كايرو كبار على المستوى الفني، وايضا جدران الساحل المستديره بتضم 22 موهبه داخل اجواءنا الكرويه. مقطوع الكره يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، هل هينطلق بمهاره فرديه حتى هنا من وسط الاثنين؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تاني خطيره الكره، خطيره الكره، خطيره الكره، اوبا يا ساتر
ساتر يا ساتر. بص ايه كويس عليك. كويس كويس كويس. تاتي ابعد الكل من الكوره وتخرج وتدخل ارض الملعب. ميسي متواجد بالعدسات وقائم الاخراج متواجد. قلت لحضراتكم ليله كرويه كبيره في اجواء بطوله في البلاد بطوله المصريه للاتصالات. ابعد الكل الكوره تاتي عبر المنتصف ولكن ترجع تاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ولكن سهله هنا امامنا مشاهدينا في ايادي حارس المصريه. سهله هنا امامنا مشاهدينا في ايادي حارس المصريه. متالقين الكل متالقين الكل ودائم النجم الكبير الكابتن حسين شكري متالق تعبته التيشي رقم واحد في التالق والابداع. ابن العائله الكرويه عائله شكري الدائمه بالابداع هنا امامنا مشاهدينا في ليالي في البلاير دائمين وفي كل اجواءهم الكرويه متالقين ومحبوبين ابناء عائله شكري الرياضيه العظيمه. مقطوع الكره يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ولكن تصطدم الكره تصطدم الكره تصطدم الكره وتاتي ابعد الكل وتبقى خارج ارض الملعب. شكرا ومليون شكر لمستر محمد زكريا ومجلس ادارته. شكرا للنجم الكبير تامر عيد ودومينيك وكل النجوم الكبار اعضاء مجلس اداره في التلاير ولياليها. مقطوع الكوره يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. عدى الكل عدى الكل ولكن التواجد الدفاعي يبعد هنا امامنا مشاهدينا. يوسف يوسف هيعمل ايه؟ هل هينطلق بمهاره فرديه؟ نعم انطلق بمهاره فرديه. يا لعيب يا لعيب خطيره الكوره. ممكن عرضيه ممكن عرضيه ممكن عرضيه ممكن عرضيه. يا ولد يا ولد يا محمد عصام. حتى الان الجول كيبر متالق حتى الان الجول كيبر متالق. خلال الاجواء الصيفيه الصعبه خلال الاجواء الصيفيه الصعبه ولكن قلت لحضراتكم الكثير من المواهب متواجدين الكثير من المواهب متواجدين. شايفين لاعب نفسي كايرو وقع على ارض الملعب ولكن ذهب محمد سماره بساعته. ايضا رقم واحد من اجل الاطمئنان عليه رقم اثنين بيعد وقته هنا امامنا مشاهدينا بيقول له لا داعي للعب هنا امامنا ولكن مليون سلامه. ونزل هنا امامنا الطبيب وفيت بلاير النجم الكبير الكابتن تامر طبيب شركه فيت بلاير من اجل الاطمئنان على لاعب اف سي كي. وما زلنا وسنظل ما زلنا وسنظل دائمين في اجواء الساحره المستديره. لعبه اسعدت الكل وابكت الكل ودائم الكل في حبها هنا امامنا مشاهدينا ودائمين الكل في حبها هنا امامنا مشاهدينا. ليله من ليالي الاسعاد ليله من ليالي الحب ليله من ليالي الكوره ليله من ليالي المتعه الكرويه دائمين فيها ابناء في البلاير. ليله من ليالي المتعه الكرويه دائمين بل ومستمرين شركه في البلاير ومستر محمد زكريا ورجاله. هنا امامنا اطمئن الكل هنا على لاعب اف سي كايرو ورجعت الكوره لاجواءها الكرويه الكبيره وعادت الكوره لمتعتها الكرويه الكبيره هنا مشاهدينا الكرام. فرح الكل للاعب اف سي كايرو بعد التسجيل وتألق الكل للاعب اف سي كايرو بعد التسجيل. يرجع تاني هنا امامنا مشاهدينا. لمسه ولعبه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد بعرض الملعب هنا امامنا بوش القدم. لمسه ولعبه وادي يوسف لمحمد طه طويله اماميه طويله اماميه من فريق اف سي كايرو اللي بيحاول ولكن يبعد الدفاع ابعد الكل هنا امامنا مشاهدينا. مقطوعه الكوره وترجع تاني ترجع تاني قرب المنتصف. ما زال المشاكسات موجوده ما زال المشاكسات موجوده ودائمه في ليالي الابداع الكرويه. تاني الكوره خطيره 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 ولكن محمد عصام يمسك ولكن محمد عصام يمسك هنا مشاهدينا. لكن محمد عصام يمسك هنا امامنا مشاهدينا وتاتي الكوره خارج ارض الملعب ولم يتم. حكمنا المتالقين خلال اجواءنا الكرويه حكمنا المتالقين داخل ليالي فورتلير. النجم الكبير المايسترو محمد سماره واحد من ابرز حكام مصر وايضا النجم الكبير النجم المتالق دائما تامر عنتر وايضا النجم الكبير الكابتن المتالق دائما احمد ابراهيم. حكمنا الدائمين. مقطوع الكوره خطيره 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 يا ولد. وادي ثلاثه على ثلاثه طويله اماميه طويله اماميه. اوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يقوم بدور الليبرو هنا امامنا مشاهدينا محمد عصام نجم شوط المباراه الاول بلا منافس احد ابرز لاعبي البطوله هذا الحارس المتالق لاعب اف سي كايرو هاني غريب ورجاله متالقين. مقطوع الكوره مقطوع الكوره تاتي ابعد الكل بل وتخرج الكوره في خارج ارض الملعب وضربه مرمى لصالح اف سي كايرو. سهل بس سهل معلش 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 سهل سهل
الكل قاعد، الكل بيشاهد، والكل بيتابع، كل متواجد من اجل مشاهده ابنائه ومن اجل دعم ابنائه. قلت لحضراتكم لعبه عظيمه، لعبه محبه لكل القلوب، لعبه محبه لكل القلوب. كره القدم يا جميل. مره تانيه اكسي كاي لمسه ولعبه. يا ولد ولكن تامر عنتر ورايته هنا امامنا مشاهدينا، وتاتي اوف سايد. وادي مره تانيه المصريه للاتصالات اللي بادئ بقى من اجل الانطلاقات. يا ولد عدى الكل من ارض المنتصف، عدى وانطلق وفات من بعد المنتصف. تطير الكره هنا، ولكن محمد سماره قريب ومتالق هذا الحكم الشاهد. لازلنا نشاهد اجواء فيت بلايز، لازلنا نشاهد البطوله رقم واحد في مصر، لازلنا نشاهد العظمه اللي بتقدمها شركه فيت بلايز ومستر محمد زكريا ورجاله. هنا امامنا شفنا هدف عالمي لصالح اف سي كايرو، ولكن رجال المصريه للاتصالات قادرون ولكن بيحاولوا. شايفين الاجهزه الفنيه واقفه على الخطوط وتوجيهاتها الدائمه. هل يتالقوا ابناء المصريه للاتصالات ويعودوا للاجواء الكرويه، ام ياتوا بالتقدم بتاني الاهداف ابناء اف سي كايرو؟ تاني الكوره، اعلى الكل، خطيره الكوره، ولكن اف سي كايرو متواجدين بل ومتالقين على المستوى الدفاعي. مقطوعه الكوره. يا ولد، ولكن هنا امامنا مشاهدينا لاعب اف سي كايرو يبعد الكوره كده خارج ارض الملعب، ورمي التماسه لصالح الرجال. هنا امامنا مشاهدينا واحد وما زالت النتيجه واحد الاجواء الكرويه دائمه هنا مشاهدينا. شفنا خلال اول 12 13 دقيقه من اجواءنا الكرويه كان رتم المباراه مولع على المستوى الكروي. حتى الان بدات المباراه ده بعد التقدم هنا امامنا مشاهدينا لصالح ابناء اف سي كايرو. بيحاولوا. قلت لحضراتكم هاني غريب كوتش على المستوى الفني معلم، كل لاعب في مكانه، كل لاعب في مركزه، وكل لاعب عارف الكوره بتخرج من قدميه رايحه فين. وده شغل يرجع للمدربين الشباب زي ما قلت لحضراتكم. ايضا تالق ودائم في التالق البروفيسير اسلام عيد. هنا رمي التماس وتاتي الكوره هنا امامنا لصالح اف سي كايرو بعرض الملعب. خطيره الكوره، ولكن يبعد مدافع اف سي كايرو. ترجع تاني لمحمد. يا ولد العيب. هل هيلف بظهره؟ ولكن وقف على كورته، ولكن تقدم دفاعي. خطيره الكوره والتصويبه، ولكن تاتي ابعد الكل في خارج ارض الملعب. فيت بلاير ومستر محمد زكريا، النجم الكبير تامر عيد، والكابتن اسلام عيد، والكابتن نوره، وكل نجومنا الكبار الدائمين في الابداع هنا امامنا مشاهدينا الكرام. كانت المباراه زايده متعه فوق المتعه خلال اجواء شهر رمضان. كانت المباراه زايده متعه فوق المتعه في اجواء شهر رمضان. ولكن عدنا للفطار من خلال الاجواء الصيفيه بقى، والرجال هنا امامنا مشاهدينا. ايضا اللعب الصيفي كل مش متعود عليه، ولكن حتى الان الرجال متالقين. ايضا في صعوبه، نعم في صعوبه، ولكن حتى الان كرويا الرجال متالقين. على المستوى الكروي. ان كان اف سي كايرو نعم، كان المصريه للاتصالات فبيحاول من اجل العوده للاجواء الكرويه. ولن يختلف احد ان اف سي كايرو متالق على المستوى الفني. يعلم الله ان احنا على مسافه واحده بين الجميع. مقطوعه الكره هنا امامنا مشاهدينا، طويله اماميه، تاتي ابعد الكل وتبقى خارج ارض الملعب، وتبقى رمي التماسه لصالح فريق المصريه للاتصالات. طويله اماميه الكره احمد طه، لمسه ولعبه بعرض الملعب، ولكن ابعد الكل. خطيره الكره، ولكن المتواجد محمد عصام اللي يبعد الكره وتبقى خارج ارض الملعب. وايضا هنا امامنا مشاهدينا الكرام معانا صافره المتالق، معاه صافرة محمد سمارة بنهاية شوط المباراة الأول. 1-0 لإف سي كايرو، لا شيء المصرية للاتصالات، وما زلنا دائمين في المتعة. فاصل قليل، وبعد الفاصل العودة إليكم لكي أكون معلقا وواصفا على شوط المباراة الثاني في نهائي بطولة المصرية للاتصالات وبرعاية فيت بلاير.
الرحمن الرحيم، احييكم يا مشاهدينا واسعد اوقات حضراتكم بكل خير، واهلا بكم اينما كنتم واينما تواجدتم عشاق كرة القدم في كل مكان. العودة اليكم مجددا لكي يكون معلقا وواصفا على اجواء شوط المباراة الثاني بين المصرية للاتصالات و اف سي كايرو، وما زلنا دائمين في الاجواء الكروية الدائمة للمتعة الكروية والاثارة الدائمة في اجواءنا الكروية هنا امامنا مشاهدينا الكرام. واحد اف سي كايرو وما زلنا دائمين خلال اجواء شوط المباراه الثاني. مباراه ممتعه بتضم اثنين من الفرق الكرويه الكبيره جدا 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 في نهائي بطوله المصريه للاتصالات مواليد 2007. الاثنين تالق، اف سي كايرو تالق في سماء اللعبه، وايضا هنا امامنا مشاهدينا المتالقين فريق المصريه للاتصالات تالق في سماء اللعبه. طويله اماميه الكره هنا امامنا مشاهدينا، ولكن يبعد هنا امامنا اللاعب وليد تاتي الكره ترجع تاني الكره وتبعد وتبعد. عند فريق اف سي كايرو اللي بيحاول على مستوى الكره وطويله اماميه، ولكن التواجد الدفاعي الممتاز يبعد احمد مسعود لاعب المصريه للاتصالات. تاتي اطول الكل ولكن براسيه متحركه هنا امامنا مشاهدينا الكرام بين لاعب المصريه للاتصالات. وده الانطلاق يا ولد ودي احمد طلحه. عدى الكل ولكن بكل سهولة يهدر الكرة أحمد طلحة، وتأتي في أياد محمد عصام، وتأتي في أياد نجم شوط المباراة الأول في أجواء في البلاير ونهائي البطولة الكروية الكبيرة. يأتي محمد عصام أيضا، الكل متألق الفوتوغراف المتألق، النجم الكبير عمر عبد المنعم، وايضا النجم الكبير ابراهيم علي، وكل نجومنا الفوتوغرافيين المتالقين، وايضا النجم الكبير كوكا صاحب العدسه الدائمه بالابداع، وكل نجومنا الكرويين في اجواء اللعبه. وقع الكوره في ارض المنتصف، لمسه ولعبه. وادي عبد الوهاب يرجع كورته تاني لوليد، من القدم للقدم ترجع عند معتز ايد، واعلى الكل يطلع كده فوق الكل الضربه الراسيه، يبعد الكوره هنا امامنا مشاهدينا. هل تاتي المتعه مجددا؟ تأتي الكرة دائمة بالمتعة مجددا يا أصحاب المتعة. هنا دائمين ومتألقين في أجواء ضربة حرة لصالح المصرية للاتصالات من عبد الناصر، أبعد الكل ولكن بضربية رأسية تبعد الكرة وتبقى خارج أرض الملعب وضربة حرة. واحد اف سي كايرو معتز بتصويب صاروخية أتت بجوار القائم هنا أمامنا مشاهدينا لتأتي وتسكن أول أهدافنا الكروية. فرح الكل وسقف الكل فرحة بهدف اف سي كايرو، وأيضا الكل منتظر هنا أمامنا مشاهدينا الكرام. وأيضا شايفين النجمة الكبيرة الكابتن نور شلبي المدير الإدارية لشركة فوت بلاير وتحضيراتها الدائمة خلال الأجواء الكروية. وأدي التصويبة خطيرة. يبا يا ولد محمد عصام على مرتين تألق هنا امامنا مشاهدينا، وجاله طياره من الخلف هنا تاتي الى الامام، ولكن يمسك على رحيل النجم المتالق محمد عصام. لمسه ولعب الكره لكن تاتي بعيده وتبقى ضربه مرمى لصالح رجال المصريه للاتصالات. اللي حتى الان كرويا بيحاولوا واحد صفر اللي قدر خلال يومنا الكبير يتألق ويأتي طاحنا هنا أمامنا مشاهدينا في بورتو السويس ليبعدهم عن المنافسة الكروية، ويأتي متصدرا في المشهد الكروي الكبير. تاني الكرة بتجيبها اليمنى خطيرة بوش القدم تاني هنا، ولكن تبعد وتأتي بسهولة جدا للاعبي المصرية حتى الآن بيحاول تاني الكرة بعرض الملعب ترجع تاني غرفة المنتصف. يا ولد لمسات من الجبهة اليمنى، لمسه خطيرة الكورة ولكن تطلب أطول الكل وتبعد الكورة وترجع عند لاعبي اف سي. اهلا وليد، اهلا معتز، اهلا معتز، اهلا هوبا، اهلا معتز، اهلا في
لان كل متواجد الجمهورين هنا وهناك من اجل الفرحه والسعاده والاجواء الكرويه ومن اجل الفوز بلقب هنا مشاهدينا بطوله فيت بلاير لمواليد 2007. خطيره الكوره خطيره الكوره خطيره الكوره خطيره الكوره هوبا والتصويبه يا راجل والتصويبه يا راجل تاتي وتصطدم في الحائط الصدي انطلاقه اماميه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هوبا انطلق هنا امامنا مشاهدينا الانطلاقه الاماميه انطلق من حارس المصريه للاتصالات ليمنع فرصه هدف مؤكده هنا امامنا مشاهدينا لصالح اف سي كايرو. حيرتنا اللعبه ولياليها حيرتنا اللعبه وعشاقها حيرتنا اللعبه ونجومها تاني الكره عند المصريه للاتصالات اف سي كايرو. اف سي كايرو اهدى فرصه ويمنع عليها التصوير خلال اجواء اطلع تاني الكرة هنا امامنا يا ولد العيب يا ولد العيب خطيرة الكرة خطيرة الكرة خطيرة الكرة خطيرة الكرة هوبا هدى وانطلق هنا امامنا مشاهدينا ولكن اتى الى الامام قلب الاسد لكي يبدع ويتالق اتى الى الامام قلب الاسد لكي يبدع ويتالق حارس مرمى المصرية للاتصالات حارس مرمى المصرية للاتصالات احد ابرز لاعبي شوط المباراة والله هنا امامنا مشاهدينا الكرام فرصه بروحين وتصدي وتالق رائع عن طريق مارتينيز حارس مرمى الارجنتين ياتي حارس مرمى المصريه للاتصالات ليتالق ويمنع فرصتين وهدفين مؤكدين لصالح اف سي كايرو. يلا نكمل شوط المباراه الان حتى الان حارس مرمى المصريه كويس ولا حاجه ها ميسي تيجي ولا حاجه ميسي مالي مالي ست يا مالي العب ست تألق في فرصتين يحسب لهذا الولد ان شاء الله كما شدنا بمحمد عصام حارس اف سي كايرو ايضا نشيد بالمتالق على المستوى الكروي نشيد بالمتالق في سماء بطوله المصريه للاتصالات عمر احد هنا امامنا تالق في فرصتين تالق في فرصتين كانوا هدفين ليبدع ويتالق ويحمي هنا امامنا مرمى فريق المصريه للاتصالات مقطوعه الكوره هنا امامنا مشاهدينا ولكن تاتي عند ياسين يبعد الكوره ترجع تاني ترجع تاني ترجع تاني وما زلنا وما زلنا وما زلنا وما زلنا ولكن التوجه الدفاعي من لاعبي اف سي كايرو ليبعد الكوره خارج ارض الملعب هنا امامنا مشاهدينا وتاتي ابعد الكل لمسه ولعبه طويله اماميه طويله اماميه ولكن التوجه الدفاعي هنا امامنا ولاعبي اف سي كايرو الكره تبقى خارج ارض الملعب مقطوعه الكوره اماميه حتى الان انطلاقاتهم وهجماتهم المرتده خطيره انطلاقاتهم وهجماتهم المرتده خطيره عدى الولد عدى الولد عدى الولد خطيره الكوره خطيره الكوره هنا ولكن محمد سماره ولكن محمد سماره مونديال الشباب الوجه الاسمراني العظيم المتالق في سماء التحكيم هنا محمد سماره وتامر عنتر وكل الجمهور الكبار المتالقين في اجواء تحكيم فيت بلاير واحد وما زالت واحد واحد وما زالت واحد ابدعوا بل وتالقوا داخل جدران الساحل المستديم ابدعوا بل وتالقوا في ليالي فيت بلاير ابدعوا بل وتالقوا في ليالي فيت بلاير شكرا ومليون شكر لمستر محمد زكريا والتاريخ تامر عيد وكل نجوم فيت بلاير اللي قدروا بتعاونهم المشترك يجمعوا كل الفرق الكرويه الكبيره في ارض وفي ملعب المصريه للاتصالات والبطوله المصريه للاتصالات والكل دائم هنا في التالق والكل دائم هنا في الابداع تاتي الكره هنا امامنا مشاهدينا ولكن خالد احمد يبعد الكره وتاتي ابعد الكل كبه خارج ارض الملعب وضربه رقيه بصافره محمد سماره وضربه رقيه بصافره محمد سماره هنا امامنا مشاهدينا مش هيسكتوا مش هيسكتوا على المستوى الكروي مش هيسكتوا على المستوى الكروي ابناء المصريه للاتصالات مش هيسكتوا على المستوى الكروي ابناء المصريه للاتصالات اللي بيضيع بيستقبل اللي بيضيع بيستقبل وضيعوا كتير ابناء وضيعوا كتير وضيعوا كتير ابناء اف سي كايرو فرصتين تالق فيهم عمر احمد فرصتين تالق وابدع بمهاره حارس مرمى كبير عمر احمد ليبدع ويتالق وينقص مرمى المصريه هدفين مؤكدين شايفين الكابتن بيبو من على الخطوط واقف وتوجيهاته الدائمه لرجال المصريه للاتصالات شايفين الكابتن بيبو وجهازه الفني
واقفين على الخطوط وتوجيهاته الدائمه لرجال المصريه للانصراف. تاتي الكره ثاني هنا امام مشاهدينا، ولكن يبعد لاعب اف سي كايرو مقطوع الكره. وادي الهجمات بقى اللي بتعمل قلق، وادي الهجمات بقى اللي بتعمل قلق. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن المنتصف موجود، ولكن رجال المصريه متالقين في منتصف الملعب حتى الان. كادري عمرو احمد يبعد الكره بعد الكل وترجع تاني عند لاعب اف سي كايرو. اعلى الكل الكور، اعلى الكل الكور، اعلى الكل الكور، ولكن وصافرة النجم الكبير محمد صلاح. كويس يا مالك، كويس كويس. وضربة حرة لصالح رجال المصرية للاتصال، ضربة حرة لصالح رجال المصرية للاتصال من الجبهة اليمنى. وادي طلحة، وادي طلحة، عرضية يا ولد يا لعيب، سرو باص عالمي خطيرة. هوبا التصويبة، التصويبة، التصويبة. يلا عمور، يلا عمور، محمد عصام وعمرو احمد نجمين. يلا عمور، يلا عمور، عمرو احمد ومحمد عصام حارس اف سي كايرو وحارس المصريه للاتصالات، احد ابرز لاعبي الاجواء الكرويه في نهائي بطوله 2007. مقطوع الكوره تاني، مقطوع الكوره تاني، وتاتي الكوره تاني، مقطوع الكوره تاني، وتاتي الكوره تاني. هل تبتسم الكوره لمحبيها؟ نعم. هل تبتسم الكوره لمحبيها؟ نعم. عندما تحب الكوره، بتحب الكوره يا سامي، الكوره ولا يليها الكل ينتظر، الكل ينتظر، وعلى وشك الختام. هل يرفعوا الكاس ابناء اف سي كايرو؟ ام تاتي الكوره خائنه ويعود ابناء المصريه للانتصار؟ هل يبارك الفيلم لابناء اف سي كايرو اللي تالقوا بل وابدعوا في اجواءنا الكرويه؟ ام يبارك الكل لابناء المصريه للاتصالات اصحاب الارض ومنظمين الارض؟ هل تاتي الكوره خائنه وتقلب الموازين؟ ولكن ما زلنا متالقين، ما زلنا محبين بل وعاشقين، ما زلنا مستمرين بل ومتالقين في بيتي في خطيره 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 خطيره. ولكن هنا امامنا، ولكن هنا امامنا الولد الشاب احمد مسعود. تالق احمد خلال شوطين المباراه، تالق احمد مدافع المصريه للانتصار خلال شوطين المباراه. الكوره تاني، الكوره تاني، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ايوه دولي كابتن، كابتن لا مش ايوه يا كابتن، برافو ايوه علامه والله. شد وجذب هنا امامنا بحريدينا، وتاتي الكوره ضربه حره، وتاتي الكوره ضربه حره، وتاتي الكوره ضربه حره. ضيعنا عصام، تاتي الكوره ضربه حره، ضيعنا عصام. مستمر الكوره، طويله اماميه، طويله اماميه، طويله اماميه، طويله اماميه، ترجع تاني عند الجبهه اليسرى في فريق المصريه للاتصالات. ولكن تاتي ابعد الكل، تاتي ابعد الكل، الكوره تخرج وتبقى خارج ارض الملعب. ولكن تاتي الكوره حتى الان. قلت لحضراتكم في الكارير اللي بتقدم عظمه داخل اجواءنا الكرويه. النجم الكبير تامر عيد المدير التنفيذي، وتنظيم رائع جدا 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 في اجواء في الكارير. طقم اخراج كامل متكامل وثلاثي ايوه عصام عصام متالقين. النجم الكبير ابراهيم علي واحد مما ابدع بعدساته، وايضا النجم الكبير تركا، وايضا النجم الكبير عمر عبد المنعم، ثلاثي الفوتوغرافيين المتالقين في سماء فضله. يلا وليد، يلا وليد، عدساته الدائمه النجم ابراهيم علي، وايضا النجم عمر منصور، فوتوغرافيين شركه فضله. تاتي الكره الى الامام ولكن يبعد، تاتي الكره الى الامام ولكن يبعد، وتبعد الكره وتبقى خارج ارض الملعب. ياسين حسن واحمد مسعود وحسن وحسن ياسر وعبد الناصر حسام ويوسف طارق وياسين احمد واحمد طلحه وستيفن بادي ورجال المصريه للاتصالات اللي حتى الان بيحاولوا على المستوى الكروي. ولكن تالق، ولكن تالق من رجال اف سي كايرو. اعتقد على وشك، على وشك الختام، اعتقد على وشك الختام. كانت ان تبتسم الكوره، كانت ان تبتسم الكوره لابناء اف سي كايرو، كانت ان تبتسم الكوره لهادي، سوري لهاني غريب الكوتش اللي ابدع وتالق خلال فيت بلاير. تاتي الكوره تاني، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، ولكن صافره الكابتن محمد صبارة، ولكن صافره الكابتن محمد صبارة وانا امامنا مشاهدينا. وتاتي الكوره ضربه حره لصالح.
لصالح فريق اف سي كايرو. تأتي الكرة أربع حرة لصالح فريق اف سي كايرو. هل يأتي معلم لكي ينفذ الركلة الحرة؟ هل يأتي معلم لكي ينفذ الركلة الحرة؟ دائما عودتنا الكرة العظيمة إن الضربات الحرة بيأتي إليها معلم لكي ينفذ الكرة. لمسة ولعبة، لمسة ولعبة، مقطوعة الكرة ترجع تاني عند أبناء اف سي كايرو، وتأتي الكرة أبعد الكل، وتأتي الكرة أبعد الكل، وتخرج وتبقى خارج أرض الملعب ورا جدا. سعيد اللي بره سعيد، وتأتي الكرة مستمرة، وتأتي الكرة مستمرة في جدران الساحرة المستديرة، وتأتي الكرة دائمة في أجواء الساحرة المستديرة. هنا تواجد الكل من أجل مشاهدة الكل، هنا تواجد الكل من أجل مشاهدة مواهب بطولة فيت بلير وأجواءها الكروية. هل المصرية، يلا ميسي بقى واحدة واحدة، هل المصرية الاتصالات يفعلها؟ مقطوع الكرة بوش القدم، خطير الكرة، ثرو باص أمامي، وادي عمر يا ولد يا ولد يا ولد، لمسة ولعبة يا أحمد خالد، وادي معتز إينه، والتصويبة يا راجل، والتصويبة يا راجل، تأتي أبعد الكل وتخرج الكرة. أربع دقايق مش وقت ضربة مرمى لصالح المصرية، أربع دقايق يا وليد، ضربة مرمى لصالح رجال المصرية للاتصالات هنا في أجواء مالك. كل بينتظر، كل بينتظر، من حامل اللقب، من حامل اللقب، من صاحب الجماهير؟ هل اف سي كايرو يسعد اولياء امور كلهم متواجدين، ام ياتي المصريه للاتصالات لكي يسعد جماهيره ومدربيه واولياء امورهم وكل النجوم الموجوده؟ تاني الكوره اماميه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تاتي الكوره هنا ولكن بضربه راسيه تبعد الكوره وترجع تاني قرب المنتصف. لمسات لمسات لمسات، ولكن الكوره ابعد الكل، لمسات وانطلاقات، وتاتي ابو ايهاب تاني، يا ابو ايهاب تاني خلاص، ولم يتحس يلا مصطفى فوق جامد، تبقى رمية التماس، تصطدم وتخرج، تصطدم وتخرج، صاير صاير صاير، انزل انزل انزل، ماشي 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 محمد صلاح. ولكن رجال المصريه للاتصالات، قلت لحضراتكم قدموا موسم استثنائي، قدموا موسم استثنائي خلال اجواءهم الكرويه، قدموا بطوله ممتعه خلال لياليهم الكرويه، ابدعوا بطوله مفاريش هنا في اراضي المصريه للاتصالات، ولكن هم قادرون، ولكن هم قادرون، ولكن هم قادرون هنا امامنا مشاهدينا. تاتي الكوره عند عمرو احمد اللي تالق، قلت لحضراتكم عن طريق الحارس الارضي، ما شاء الله يلا يا ماسي، قلت لك ايه يا ماسي؟ ماسي الجو ما تجيبش جول يا محمود، الله يكون عون شعور اولادنا المتالقين، ولكن والله متالقين، والله متالقين، ولكن تاتي الكوره ابعد الكل وتبقى ضربه مرمى لصالح ابناء اف سي كايرو. ايضا الجميل والمحبوب العظيم والمتألق دائما في اراضي المصريه للاتصالات، النجم الكبير الكابتن هشام المتواجد، وشايفين الحزن واضح عليه هنا امامنا مشاهدينا، ياتي ان يكون سعيدا من اجل انتصار المصريه للاتصالات، واحد ممن قضى حياته خدمه في نادي المصريه للاتصالات. هذا الرجل العظيم الكابتن هشام متواجد هنا امامنا وقاعد بنظره من الحزن حزين على ابناء المصريه للاتصالات. تاتي الكوره هنا امامنا مشاهدينا، تاتي الكوره هنا امامنا مشاهدينا، وتاتي وتبعد الكوره خارج ارض الملعب، تبعد الكوره خارج ارض الملعب، تاتي وتبعد الكوره خارج ارض الملعب، مقطوع الكوره تاني. ورجال المصريه بدنيا واعين، بدنيا واعين حتى الان خلال ال 90 دقيقه كوره، حتى الان خلال شوطين من اجواءنا الكرويه، ابناء اف سي كايرو واقفين على تاني هنا امامنا مشاهدينا، ولكن تاتي الكوره ابعد الكل وتبقى خارج ارض الملعب. الكرة لمحب الكرة ومقصورة المصرية للاتصالات ترسم لوحة فنية عظيمة بجمهور المصرية للاتصالات المتواجد داعم، المتواجد داعم وساند ومشجع لأبناء المصرية للاتصالات. هل يفعلوها في بلس 90؟ هل يتألقوا في الأجواء الكروية لأبناء المصرية للاتصالات؟
أم تأتي الكرة تبتسم للأبنائي في كايرو؟ مقطوعة الكرة يا ولد. سؤال سؤال سؤال. يبعد تاني. يا كابتن يا كابتن. ارجع يلا. عظمة العظمة عظمة العظمة خطيرة 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 الكرة خطيرة الكرة ولكن يبعد التواجد الدفاع الممتاز يبعد قلب الأسد هنا أمام مشاهدينا عبد الوهاب اللي يبعد الكرة كده. هاي هوبا كابتن سمارة اسعاد الكل والله كانت سمارة اسعاد الكل والله كانت الكرة كادت ان تبتسم في الوقت الضايع لأبنائي المصرية للاتصالات ولكن صفر يا رجالة صفر يا رجالة صفر يا رجالة صفر يا رجالة كابتن فريق اف سي كايرو كابتن سمارة كابتن سمارة تأتي عند حالي ابعد الكل في نص الملعب لمسة لعبة ولكن بعيدة لمسة ولعبة ولكن بعيدة لمسة ولعبة ولكن بعيدة أيضا كبير واحدة وليد واحدة وليد الكبير تامر عيد أسطورة كرة القدم واحد من أبرز لاعبي الكرة المصرية معلش يا وليد معلش يا وليد وكتب تاريخ عظيم في جدران المقاولون العرب وكتب تاريخ عظيم في سناب الجبل هذا النجم الكبير تامر عيد اللي متواجد على رأس الكوكب كبيرا تنفيذيا لشركة فوتبول مقطوعة الكرة تاني مقطوعة الكرة تاني خطيرة خطيرة الكرة خطيرة الكرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد خدعت الكرة الكل وتأتي هنا أمام مشاهدينا في أقدام لاعبي اف سي كايرو في أقدام لاعبي اف سي كايرو لمسة ولعبة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد تأتي الكرة أطول الكل تأتي الكرة أطول الكل وتأتي في هذه عمرك على وشك على وشك على وشك الصفارة على وشك صفارة محمد صبارة لكي يختتم حتى الآن متألقين 1-0 وحتى الآن من غير حاجة واحدة ولاد كابتن صالح على الدقيقة 23 يا كابتن كده بتلعب في الدقيقة 23 يا كابتن بتلعب على النص يا بتلعب على الدقيقة قول لي طيب اقعد يا رجالة تأتي الكرة هنا تاني أمامنا مشاهدين ولكن سافرة النجم محمد سمارة وضربة حرة للطاولة هل تأتي كرة الختام؟ يلا سلام مباشر يا كابتن أدولي هل تأتي كرة مسك يا وليد مسك يا وليد الكرة بعيدة أم تسعد جماهير المصرية للاتصالات اللي بتقدم عظمة داخل الجدران خطيرة الكرة ومحمد عصام تألق الولد نتمنى عندما تأتي صفارة محمد سمارة نأتي يا اخوات مليون مبروك يا
Thank you.